نتحدث ضيوفنا الكرام عن هذه الشخصية العظيمة، ومن عادتي ألا أسهب كثيرا في المقدمات لأن الأصل هو الاستماع للضيوف، لكن هناك نقطة يعني كانت في بالي وأنا أحضر هنا في الديوانية، وهي مسألة، طبعا سنتحدث عن الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. يعني جاء في بالي وخاطري أنه الله عز وجل كم خلق من الخلق، يعني خلق مليارات الناس، كم من هذه المليارات من اصطفاه الله عز وجل لأن يكون خادما لدينه وأن يكون متمسكا بكتابه الكريم وأن يكون حافظا له وتاليا له وأن تنتشر تلاواته بين الناس أو علمه الشرعي بين الناس، سواء من عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا، كم؟ يعني أنا أتوقع أن يكون قلة قليلة جدا ممن خلقهم الله اصطفاهم الله عز وجل لهذا الأمر. ربما لا يستطيع الشخص أن يصل مثلا إلى مواصيل الشيخ محمد أيوب مثلا، أو أن يصل إلى مواصيل العلماء الكبار، ولكن يستطيع الإنسان على الأقل أن يعيش طائعا لله عز وجل مجتنبا لنواهيه، وأن يتوفاه الله عز وجل وذكره الحسن بين الناس. لذلك الهداية من الله عز وجل من أكبر النعم التي ربما يغفل عنها كثير من الناس الذين نشأوا على هذه الهداية. وأيضا الهداية من الله عز وجل ليست يعني من كسب الشخص أو من اجتهاد الشخص، فكما قيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الهداية من الله عز وجل هي نعمة من الله واصطفاء من الله عز وجل، لذلك يأمرنا الله عز وجل في كل صلاة أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم. لذلك نكثر من الدعاء بالهداية، ونكثر من التعلق بالله عز وجل بأن يهبنا هذه الهداية وتستمر هذه الهداية معنا ويثبتنا على دينه إلى أن نلقاه عز وجل. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف الشيخ خالد ابن محمد أيوب ليحدثنا عن يعني عن حياة الشيخ، نشأة الشيخ، طلب العلم، طلب الشيخ للعلم، وأيضا حفظه للقرآن الكريم. كما يسرنا أن نستضيف الشيخ ريان الصيني مؤذن مسجد حسن الشاعر الذي كان يصلي فيه الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أيضا أن نستضيف الأستاذ فضل الرحمن قريشي، وهو أحد المهتمين بتلاوات الشيخ محمد أيوب، وأحد الذين يعني لهم جهد كبير جدا في نشر تلاوات الشيخ محمد أيوب وغيره من المشايخ عبر يوتيوب ويعني بقية وسائل التواصل. كل يعني هؤلاء الحضور سيحدثوننا عن ما يتعلق بمعرفتهم بالشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. تقريبا كل المشايخ يعني تقريبا من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم في الأخير سنأخذ إذا كان هناك بعض الأسئلة حول حياة الشيخ محمد أيوب رحمه الله. نبدأ مع الشيخ خالد ابن محمد أيوب ليحدثنا عن نشأة الشيخ وكيف طلب العلم وكيف حفظ القرآن إلى أن أصبح من المقرئين المشهورين جدا، ويعني وصلت تلاواته إلى أصقاع الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الله تعالى أن جمعني بكم في هذا المجلس المبارك، ثم أشكر صاحب هذه الديوانية الذي جمعنا على الخير في هذا المكان الجميل، وأشكر الحضور الذين حضروا لعلهم لا يستفيدون كثيرا مني، ولكن حضورهم هذا يشرفني
نسأل الله أن يبارك في هذا الجمع. الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى ولد في مكة المكرمة في عام 1372 من أبوين بسيطين، كان أبوه يعمل بخياطة الملابس وبيعها في دكان صغير في حارة الرشد في مكة المكرمة، ولكنه كان يهتم بابنه هذا اهتماما عظيما، حيث يرسله إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في الصباح وإلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء، فكان يعده ليكون إماما وحافظا وتاليا لكتابه. فكان هذا الطفل الصغير يذهب به أبوه إلى المدرسة صباحا في مكان بعيد عن الحي الذي يسكن فيه، كان يسكن في حارة الرشد والمدرسة في حي التيسير، ولعل أهل مكة يعرفون البعد الذي بين هذين الحيين. والد الشيخ كان حافظا للقرآن ومعروفا بالتلاوة؟ لم يكن حافظا للقرآن، لكنه كان هو السبب الأول في حفظ الشيخ للقرآن الكريم، وكان يرجع به بعد الظهر يتغدى ويرتاح قليلا، ثم يذهب به إلى مسجد بن لادن في حي الحفاير، وكان يدرس في هذا المسجد فضيلة الشيخ خليل ابن عبد الرحمن القارئ، وهو القارئ المشهور الذي تخرج على يديه عدد كبير من القراء، وهو له الفضل بعد الله عز وجل في إتقان الشيخ محمد أيوب رحمه الله للقرآن الكريم. فكان يدرس في حلقته من بعد العصر إلى العشاء، ثم يعود إلى البيت، وهكذا كل يوم إلا يوم الجمعة كان يذهب الشيخ محمد أيوب رحمه الله يوم الجمعة إلى الحرم المكي مع أبيه أيضا في حلقة تحفيظ في صباح يوم الجمعة، إلى أن يؤذن في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وكان داخل الحرم يراجعون القرآن الكريم القراء في ذاك المكان إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة. هذه بدايته وطفولته رحمه الله تعالى في مكة المكرمة. وبعدما تخرج من المرحلة الابتدائية من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، تخرج أيضا في نفس السنة أو سنة قبلها من حلقة تحفيظ القرآن الكريم عند الشيخ خليل القارئ حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل أبوه إلى المدينة المنورة، وكان الشيخ رحمه الله في بداية المرحلة المتوسطة، فدرس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينة المنورة مرحلة المتوسطة والثانوية، وكان ذلك عام 89 و300 ألف. وكان المعهد العلمي مليء بالمشايخ والعلماء الكبار الذين يدرسون مختلف العلوم الشرعية والعربية، وقد استفاد منهم الشيخ رحمه الله استفادة كبيرة قبل أن يدخل إلى الجامعة الإسلامية. ومن يذكر منكم مناهج المعهد العلمي
يعرفها كانت عبارة عن حفظ متون شرعية وشرحها من قبل هؤلاء المشايخ المباركين الذين كانوا موجودين في المعهد العلمي. فكانت بداية طلب العلم للشيخ في هذا المعهد المبارك. ثم التحق بعد ذلك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ودرس فيها إلى أن تخرج في عام 1396. وكان في تلك الفترة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو مدير الجامعة. في نفس السنة التي تخرج فيها الشيخ رحمه الله من كلية الشريعة أنشئت كلية في الجامعة الإسلامية باسم كلية القرآن الكريم، فرغب الشيخ محمد أيوب أن يدرس فيها وهو قد تخرج من كلية الشريعة، فذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله وأخبره برغبته أنه يرغب أن يعيد الدراسة الجامعية في كلية الشريعة في كلية القرآن الكريم. فقال له الشيخ بن باز رحمه الله: لا يمكن أن يجمع الطالب بين كليتين أو شهادتين جامعيتين، هذا ممنوع نظاما، ولكن مع ذلك سوف أسأل مدير رئيس الجامعة وأرد عليك تعلي بعد يومين. فرجع الشيخ الوالد رحمة الله عليه إلى الشيخ بن باز ليسأله عن موضوع إعادة الدراسة الجامعية في كلية القرآن الكريم، فأخبره الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يدرس الطالب الجامعة مرتين حتى لو اختلفت الكليات، واقترح عليه أن يواصل الدراسات العليا في كلية القرآن الكريم. فكان الفضل لله عز وجل ثم للشيخ بن باز في إكمال الوالد رحمه الله دراساته العليا في تخصص القرآن الكريم والتفسير وعلومه في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، وقد درس في كلية القرآن الكريم مرحلة الماجستير والدكتوراه وبقي فيها إلى أن تقاعد رحمه الله تعالى، ودرس فيها أيضا، كان معيدا ثم محاضرا ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك، وكان يدرس في كلية القرآن وفي بقية الكليات في الجامعة الإسلامية أيضا. فجمع الله له والحمد لله بين الخيرين، حيث درس في كلية الشريعة وأكمل دراساته العليا في كلية القرآن الكريم. إلا طبعا بداية إمامته بعض الأسئلة لابد أن أعيدها لكي تخرج للإخوة، خاصة في خلف وسائل التواصل، يسأل عن هل كان في تلك الفترة يعني أثناء دراسته إما البكالوريوس أو الدراسات العليا هل كان إماما للمساجد، يعني متى بدأ إمامة المساجد؟ نعم، إمامة المساجد بدأ الشيخ رحمه الله يؤم الناس في صلاة التراويح في مكة المكرمة عندما حفظ القرآن الكريم عمره 12 سنة، وصلى بالطائف وفي عدد من القرى في مكة. ولما جاء المدينة في مرحلة الثانوية في الصف الثاني ثانوي تقريبا عين إماما في مسجد في المدينة المنورة يسمى مسجد العنابية، وبدأ يصلي بالناس في ذلك المسجد وبقي فيه قرابة 7 إلى 8 سنوات حتى انتهى من مرحلة الماجستير، ثم انتقل إلى مسجد آخر يسمى مسجد الشيخ عبد الله الحسيني، وقد تشرف الشيخ ريان الصيني أن يكون مؤذنا لذلك المسجد بعد وفاة المؤذن الأساسي للمسجد. مسجد الشيخ عبد الله الحسيني هذا المسجد
بقي فيه الشيخ 23 سنة تقريبا إماما، وبعدها انتقل إلى مسجد الشيخ حسن الشاعر وبقي فيه 9 سنوات. هذا بالنسبة لإمامته الرسمية في مساجد المدينة. طبعا صلاة التراويح صلى في مساجد كثيرة، أشرفها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ يصلي في المسجد النبوي في عام 1410 إلى عام 1417، ثم توقف قرابة 19 عاما، ثم رجع في السنة الأخيرة وشارك في صلاة التراويح، وحقق الله له أمنيته التي كان يتمناها، أن يصلي بالناس في المسجد النبوي قبل أن يلقى ربه، ولقي ربه جل وعلا في عام 1437 رحمه الله رحمة واسعة. هناك سؤال يتكرر عند كثير من الناس، وهو لماذا انقطع الشيخ محمد أيوب عن إمامة خاصة في صلاة التراويح في المسجد النبوي؟ هل لأجل أنه في تلك السنة وما بعدها زاد عدد الأئمة في الحرم النبوي، فبالتالي أصبح يعني مكتفي بالأئمة، أم هناك أسباب أخرى؟ وأيضا كيف رجع الشيخ في آخر سنة له؟ حقيقة السبب الحقيقي لا نعرفه نحن، لكن الشيخ لم يكن إماما رسميا في المسجد النبوي، وإنما كان يشارك لصلاة التراويح والتهجد، فربما يعني شارك 7 أعوام أو 8 أعوام وبعد ذلك استغني عنه. كما تعلمون يعني الإمامة في المسجد النبوي والمسجد الحرام أيضا يستعان أحيانا ببعض الأئمة ثم يستغنى عنهم بعد فترة، هذا الذي حصل للشيخ محمد أيوب رحمه الله. أما السنة الأخيرة التي صلى فيها في المسجد النبوي عام 1436 فهذه كانت يعني كرامة من الله عز وجل، وبدعاء الصالحين حقق الله له هذه الأمنية، وكانت طبعا بقرار من معالي الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. طيب شيخنا الشيخ خالد، ننتقل إلى الشيخ ريان الصيني. ريان الصيني هو مؤذن مسجد الشيخ، وربما عاصر كثير من المواقف التي حصلت للشيخ. السؤال الأول، يعني كم المدة التي قضيتها مع الشيخ محمد أيوب رحمه الله، وأيضا كيف كانت حياته الاجتماعية مع جماعة المسجد وأيضا في الحي؟ أكيد أنك يعني تذكر بعض المواقف التي حصلت للشيخ ربما لا يذكرها أيضا أبناء الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة يعني من بعد لقاء الشيخ ناصر القطامي، وأنا كل يوم يعني عد يعني تاريخ الحياة اللي كنا عايشينها، أنا والشيخ سكننا سوا 17 سنة من عام 1420 إلى عام 1437. كان في فترة انقطاع تقريبا 2 سنين، لكن قلما يمر يوم إلى نتقابل فيه يعني. نعم. حياة الشيخ الاجتماعية يعني حياة راقية جدا وبسيطة جدا. الشيخ فيه في 3 صفات ويعني أساسية. الأولى صلة الرحم، معروفة عند الشيخ يعني، هذه يعرفه جميع أقربائه. الثانية عيادة المريض، قلما يسمع مريض من قريب أو بعيد إلا يزوره. الصفة الثالثة كانت عيادة الجنائز، ما يعرف أحد في الجامعة الإسلامية مهما يكون، إن كان في أقل مستوى توفي إلا ويذهب إلى البقيع يشيعه. إلى قبل وفاته رحمه الله بأسبوع كان يعني كان رحمه الله أتعبه مرض السكر، يعني حتى إذا في الفترة الأخيرة إذا ما صلى إمام
يصلي على الكرسي، ولكن قضية أنه يعرف شخص توفي ولا يتبع جنازته هذه يعني مرفوضة كانت عند الشيخ. صفاته السمحة كثيرة. أنا حقيقة يعني تقابلت مع الشيخ 1420، والشيخ لا يعرف شخص، لا يمكن أن يعيش شخص معه وهو غير قرآني. نعم، ما يعني ما يمكن شخص يعيش مع الشيخ ويبقى معه ويروح يجي وهو غير قرآني. أول ما ذهبت إلى المسجد بترشيح أحد الإخوة جزاه الله خير، فقال لي الشيخ بعد صلاة العشاء أقرأ. أفتكر أني قرأت صوت الطارق، وأنا يعني قد قرأته من قبلي على أحد المشايخ، وكنت أحسب أني أرتل يعني أحسب. فبعد أن انتهيت من القراءة طل فيه الشيخ وابتسم قال يعني قرايتك يبغى لها سمكرة شوية. ويجزاه الله خير. جلسنا في الاستعاذة والاستعاذة والبسملة تقريبا أسبوعين، وبعد كده دخلنا في الفاتحة، وبعد كده وقفنا أخذتنا أمور الحياة. فكان بمقام الوالد وبمقام الصديق المخلص. مع أن قراءة الشيخ اللي يستمع إلى قراءة الشيخ لا يجد فيها التقعر أو يعني مع ذلك جلس أسبوعين على بسملة. أي حقيقة أن الشيخ السهل الممتنع، تسمع قراءته يعني بسيطة في السماع ولكن صعبة في التقليد. أنا عشت مع الشيخ محمد أيوب وهو مع الشيخ خليل. قراءته يعني الشيخ خليل أجاز الشيخ محمد أيوب، والشيخ خليل والشيخ محمد خليل اللي هو إمام الحرم الآن أجازهم عام 1432، وكان يرى إنه باقي لهم شوية لسه ما تحسن التلاوته، يعني كان يرى إنه لسه باقي لهم شوية، لكن كان الشيخ خليل يخاف إنه يموت وما أدى سند لأحد. والشيخ يعني الشيخ خليل الذي يجلس معه مهيب جدا. وكان الشيخ أيوب رحمه الله بالنسبة لغيري أنا وأبنائه مهيب جدا، سبحان نعم جدا، لكنه مجرد أن تعرفه وتجلس معه تجده أبسط إنسان في وجوده. ميزة كانت تميز الشيخ حقيقة يعني إلى ليلة الوفاة. كان الشيخ عمري الطبع، كان يعني يدور على الأرامل المساكين في المدينة إلى أن عرف بأبو الأرامل المساكين في المدينة. نعم، أنا أذكر أنه كان رحمه الله يتمعر وجهه مو من أجل خالد وإخوانه، كان يقول لي خالد والزبير وسعد ومصعب ويوسف شق طريقكم في الحياة بنفسكم، لكن لا يأتيه ضعيف أو مسكين اذهب معاه إلى، إذا كان مديون أو امرأة أرملة عليها جار اذهب معاه إلى التجار، وإذا كان شخص عنده مشكلة في الجوازات متأخرات اذهب معه إلى مدير الجوازات. وأذكر شخص جاء كان جارنا وابنه حكم عليه بالتسفير، مشكلة صارت كده، فجلس مع الشيخ في المحراب وقعد حكى القصة وقعد يبكي وقال له يا شيخ ولدي حيتسفر وكذا. قال له الشيخ بكرة ناخذ موعد الأمير نروح له. مع الأمير؟ مع الأمير. وأنا أقول له يا شيخ أنت تعرف إيش المشكلة طيب؟ قال حتبان المشكلة هناك. طيب يا شيخ لا تروح. قال يا شيخ نكسب أجر في الناس. سبحان نعم. هذه كانت صفة عامة عند الشيخ ما يرد أحد. أذكر يوم من الأيام الشيخ كان رحمه الله يرجع البيت من الجامعة بعد صلاة الظهر يعني الساعة 1-2 حسب انتهاء محاضرته، يتغدى لين يصلي العصر، بعد العصر ما حد يكلمه خلاص، فترة راحت إلين صلاة المغرب، هذه إلى هو في يعني على رأس العمل حتى بعد أن تقاعد. يوم من الأيام جيت صلاة العصر خرجت أدن، جاء الشيخ محمد أيوب رحمه الله مع واحد يعني أنا أعرفه يمكن أفقر واحد في الكرة الأرضية، فقير جدا وشكله ضعيف معدم، فبقول له مين هذا يا شيخ؟ قال يا شيخ هذا فقير وتوفيت زوجته وسكن عند أخته وأخته ضايقت منه وبدور له بيت، وأخذ وراح، جاء المغرب مع الرجال ويصلوا المغرب وراحوا، بعد العشاء جاء مبسوط وكأن الدنيا لا تسعه، إنه لقى غرفة للرجال هذا ودفع أجارها وحط عفش فيها
نام ديك الليلة مرتاح. نعم. كان الشيخ رحمه الله يعني دخله في من الجامعة يعني يعتبر ممتاز، لكن كان ما يفقه من أمور الدنيا حقيقة شيء، ما يفقه من أمور الدنيا يعني ما يعرف بهرجة اللبس أو بهرجة المظهر أبدا. يعني أذكر يوم من أيام جاء سلطان بروناي إلى المدينة وأهد الشيخ ساعة رولكس، الشيخ لبسها بس مو عارف قيمتها، فجاء أحد الإخوان جزاه الله خير قام قال له يا شيخ محمد أيوب إيش رأيك تبيع عن الساعة هذه؟ قال له كم تشتريها؟ قال له إيش رأيك أديك فيها 2500 ريال؟ قام الشيخ انبسط قال لي إيش صعب 2500 ريال إيش رأيك؟ والله شوف لك هذا عام كم؟ هذا الكلام لعله 20 21 في بدايتي مع الشيخ تقريبا. والله يا شيخ بس أعرف الساعة غالية يعني ما أعرف قيمة رولكس بس أعرفها غالية. فأخو الشيخ رحمه الله كان يعمل في الذهب في جدة، قال له أرسل لك الساعة حقتي شوف كم تبيع شركة تجيب شركة رولكس. أرسل له جدة انباعت ب55,000. سبحان الله. قال لي أخو خذ 5,000 وأرسل لي 50,000. بسيط جدا في التعامل. والله يا إخوان يدعوه يعني آخر حفلة كانت في الجامعة الإسلامية حضرها خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره والملك سلمان، وقتها كان ولي العهد. يعني لو أحد فينا دعي إلى حفلة يعني زي هذه أتوقع أنه حيروح يفصل توه ويروح يشتري بشت ويلبس جزمة الله يكرمك جديدة ويشتري غترة جديدة. الشيخ من طبع أن المشلح مطبق في السيارة والغترة كل يوم يلبس غترة ولا يهتم فيها، والله يكرمكم الحذاء زي ما هو فيلبس ويروح، لكن هو قيمته قرآنية ليست قرآته قيمته مادية أبدا. وفي كل مكان يعني قد إني دعينا إلى المكان هذا باسم الشيخ محمد أيوب القرآني. كان محب لأطفال جدا، أطفال الصغار. هي الحفلة التي قرأ فيها؟ نعم. وكان بوجود صاحب اسمه الملك خالد الفيصل وقتها. نعم. كان محب لأطفال الصغار. قل ما تجد في جيبه إلا تلقى حلاوة، دائما يشتري حلاوة يحطها في جيبه عشان يعطي الأطفال الصغار، إذا ما فيش حلاوة إيش يسوي؟ يطلع ريال يعطيله. الأطفال كانوا في الحي يعني يحبوا الشيخ رحمه الله ورحمه واسع. أنا كنت أبغى أسرد بس المساجد اللي صلى فيها الشيخ رحمه الله. الشيخ بدأ أول ما جاء المدينة في مسجد عم سليمان الجربوع عام 94، ثم مسجد العنابية من 95 إلى 1403. العنابية اللي شمال البقيع، العنابية اللي أزيلت. نعم. وثم مسجد عبد الله الحسين 1403 إلى 1425، ثم مسجد الحسيني مسجد حسن الشاعر. معالي الوزير بنى المسجد وأراد أن يكون إمام المسجد أحد طلاب الشيخ حسن الشاعر. كلم الشيخ الأخضر، الشيخ الأخضر اعتذر، كلم الشيخ كرامة الله مخدوم اعتذر، وكلهم رشحوا الشيخ محمد أيوب. الشيخ محمد أيوب قد أتقاعد من الإمامة 1425. كلموا الوزير رفض الشيخ، فاضطر الوزير أرسل لنا مندوب على المدينة وقال للشيخ الوزير عازمك في جدة. فذهبنا أنا والشيخ والزبير إلى جدة وقال له عزمنا في بيتي، وقال له يا شيخ محمد أيوب يعني هذا الشيخ حسن الشاعر سندك باسمه، نبغاك تصير إمام مسجده. ويجيد الشيخ تقاعد، قام قال له أبشر مع الوزير، وقام قال له بس بشرط تجيب ريان معي. حقيقة أنا كانت علاقتي مع الشيخ مو عشان جمال الصوت ولا شيء، كان يعتبرني الأب له، كان يعتبرني الابن له حقيقة، ويعني ترافق سويا في الروحة في الجية في الطلع، حتى كان يعتبر زوجتي كأحد ابن بناته يعني جدا يعني. وكان يعني حقيقة ما يجيب يعني مثلا يقضي البيتين يعني بيتي بيته سبحان جدا الله. جدا. وكان إذا جاب غدا من برا يحسب حساب البيتين. نعم. كان في ميزة عجيبة وهي سماحة القلب، صاحب قلب نظيف جدا جدا جدا. والله أذكر شخص كان يعني يتقصد الشيخ في بعض الأمور، كان الشيخ يحب السيارات الصغيرة يعني ما يشتري سيارة كبيرة،
وشوف السيارات الكبيرة يقول كبيرة عليها فخمة دي كيف أركبها. فكان يشتري زي الهوندا السيفيك الكرولا كده هذه يعني شوف هذه اللي على قده. فكل ما يشتري سيارة يجي هذا الشخص يقول له والله يا شيخ طلع سيارة جديدة دحين. فكان الشيخ يقول هذا حسود يا الله يكفيني شوف هذا يتقصدني في كل محل يشوف سيارتي. ويوم من الأيام يعني أنا كنت أعرف الشخص هذا الشيخ ما يبغاه ولا يحبه. يوم من الأيام جاء شخص هذا من والله الكلام ده يعني الشيخ ما يحبه يمكن 10 سنوات مو يوم ولا يومين. يوم من الأيام جاء هذا الشخص للشيخ وقاعد عنده في المحراب شوية لقيته بيبكي قال له إيش الشيخ يقول قال له بنتي بلغت عمرها 16 سنة وصابها مرض وصارت صابها عمى الحين سبحان الله. نعم وأنا والله فقير معدم يا شيخ والله ما عندي شيء. وقال العملية العين راح تتكلف 15,000 يعني الاثنين ب 30,000. هذاك الليلة ما أنا هذيك الليلة الشيخ ما أنا سبحان الله جدا بس يفكر كيف يسوي العملية لهذه البنت. ثاني يوم أصبح وأخذ التقارير راح لأحد التجار في المدينة وقال له شيخ محمد أيوب أبشر نسوي العملية. سووا العملية البنت أبصرت الآن البنت مبصرة والله ما عمل حساب كل اللي بينهم. كنا عند معالي الوزير كان في مشاكل في المسجد المسجد بني وبالتكلفة عالية ثم المقاول قصر في إكسسوارات المسجد المحراب دولاب المصاحف السماعات ما كان فيه إلا سماعات بسيطة. فالمهم جاء الشيخ كل اللي يعني كان نواقص كلمه يعني عمله على حسابه كلف تقريبا 100,000. وبعدين معالي الوزير قال له يا شيخ محمد أيوب ما تدفع شيء من جيبك كلها ندفعها. وجاب المقاول وجاء الشيخ محمد أيوب. المهم أنا جالس أتفرج هذا الوزير جالس على يمين المقاول على يسار الشيخ محمد أيوب. طبعا الوزير هو علي الشاعر. نعم. والمسجد باسم والده باسم والد حسن الشاعر. نعم. وكان فيه مقاول المشكله يعني من اكبر مقاولين المدينه. فكان الاصوات ارتفعت يعني صوت الشيخ وصوت المقاول ارتفعت قدام الوزير. قام الوزير قال خلاص يعني بيقول المقاول خلاص شوف ايش يبغى الشيخ سوي له المتر لو سويت له الناس 5 ريال سوي له هو ب10 ريال بس خلي الشيخ مرتاح في المسجد. انتهينا ويعني ضيفنا الوزير كنا على يعني على شيء بسيط كذا شاهي وقهوه خلاص بدات الحكاوى تصير عاديه. جينا ماشيين يقوم الشيخ يسلم على راس المقاول. قلت له دحين قاعد تضارب معاه من اول ورفعتوا اصواتكم. قام قال لي يا شيخ الراجل طيب يمكن العمال اخطاوا في سماحه نفس عجيبه ولعله هذا الامر كان يعني كان يميزه قلبه سليم جدا 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 فوق ما يتوقع يا اخوان كان قلب الشيخ سمح. بالنسبه لقضيه مهمه للائمه وانا عايشت الشيخ بعض الائمه حقيقه مره دقوا علينا الاماره قالوا يعني شخص مهم جاي يصلي عندكم. فقلت الشيخ ده اليوم يعني حيحبر القران تحبير كده حيدينا حجاز ما حصل. واذا بالشيخ يقرا قراءه عاديه مره واحده فهو قراني القران مو حق احد لكن قضية مهمة تعلم الشيخ تعلم الشيخ عندما تعلم صح وبعد كذا أدى أداء صحيح حقيقة ما كان ويعني يعني يعني ما أفتكر إنه يوم من الأيام أقول له يا شيخ يلا أدينا على الحجاز ولا أرجع أعطينا على السيكة ما يفهم له الشيخ بس هو يأتي كذا تأتي معه سجية كان يقرأ بالقصص يعني يقص قصة عاد ثم قصة ثمود ثم يذكر أحوالها الجنة بانتشاء ثم يذكر أحوالها النار بحزن حسب ما تعلم من الشيخ. لأن كنت أقعد مع الشيخ خليل الله يحفظه وهو يدرس الشيخ القرآن والشيخ محمد خليل والشيخ محمود والشيخ أحمد رحمه الله يقرأ القرآن بالأحداث يعني القرآن يعني مو ملك أحد ولا تقرأ القرآن عشان خاطر أحد تقرأ القرآن عشان تحبر القرآن تحبير. وإذاك رحمه الله قبل وفاته بسنتين انقطع للقرآن الكريم بعدما ترك الجامعة الإسلامية وتقاعد سنتين قضاها في الحرم النبوي الشريف يعلم القرآن الكريم. ومن العجائب أنه أجاز طالبين أجازهم يوم الخميس وقال لهم الجمعة والسبت إجازة الأحد نطبع الإجازة وأختم لكم عليها. ختموا يوم الخميس عليه
وأرسل أوراق للمكتب في الحرم إنه لا يعطي إجازة وصلي عليه السبت. وبعد كده انختمت الإجازات حقتهم يعني من ويعني بعد وفاة الشيخ رحمه الله. كان في ليلة وفاته رحمه الله جاء واحد الجيران عنده مشكلة معضلة كده في مع عمله، وقف معه يمكن ساعة ساعة وشوية، وبعدين جاءت امرأة تكلمت معه بكل أريحية، وكان يوسف حفظ الله ابنه كان معه. وبعد كده راحوا الاستراحة، كان سعيد تلك الليلة بأنه أحد بناته الصغيرة كملت القرآن. يعني مو والله جاب الدكتوراه ترى ابناء الشيخ ما شاء الله، كان الشيخ مربي فاضل جدا، شغلتين ما كان يلع يعني 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 يفرط فيها، انه يكون ابنه متعلم هذه ما فيها كلام، ويكون ابنه حافظ القران هذه ما فيها كلام. ابناء الشيخ شخال ماجستير، الزبير دكتور، مصعب طبيب، سعد مهندس، امل دكتوره، انعام دكتوره، اروى دكتوره، ما شاء الله ما شاء الله، متعلم، اسره متعلمه. ولعل سبحان الله إخلاص في القرآن كان ظاهر على أبنائه، وأنا يعني أنا أحد أبنائه كلهم مؤدبين في قمة الأدب، ولا فيهم واحد يعني تراه مثلا عالي الصوت أو شيء، وكان يهتم بأبنائه. يوسف كان صغير في المتوسطة، كنا ساكنين سوا، جاء البيت الشيخ فبيقول والدته يوسف فين؟ في المتوسطة. قالت له خرج يتغدى مع أصحابه. قال لا قال لك في الرايح؟ قالت له رايح البيك. والله ما كمل غدا، رايح البيك، شاف من أصحابه ورجع. سبحان الله. نعم. وهذه يعني يعني محمد الشيخ لا يترك أبنائه حقيقة، هذه يعني كانت حياة لطيفة جدا في الشيخ. ومو مو مو يعني أنا مين الجاك في الرايح مع مين حتسافر، وهذه كانت قضية مهمة بالنسبة له حقيقة. رحمه الله رحمة واسعة ويسكن فسيح الجنات. أذكر لكم موقف طريف كده يعني. نعم. يعني يوم من الأيام كان الشيخ إذا دخل المسجد ومسوي رأسه زي كده على اليمين معناته زعلان، في شيء مزعله. كيف عرفت؟ أيه. فأنا ذاك اليوم أدنت، وبعد الأذان المسجد كان فاضي، وأطل ولا شخص مجنون جاء. أنا قاعد في المسجد لوحدي، جايب ميزان قديم أبو كفتين. أيوة. وكان الكلام ده في عهد الملك فهد رحمه الله. قال فين الشيخ محمد أيوب؟ قلت له حيجي استنى شوية. قال لي قل أي نعم. قال لي قل له هذه هدية الملك فهد له. مجنون أنا شو أقول له؟ أقول له إيه ولا؟ قلت له خلاص حطه ورا المحراب. فجاء الشيخ ذاك اليوم زعلان. المحراب في المسجد القديم متقدم يعني اخذ صفين يعني زي كده، هنا الصفوف اخذ صفين، فلو نحط شيء هنا ما يبان. فصلى الشيخ وبعد الصلاه برضه ما راسه، قلت له يا شيخ لا تروح ترى الملك فهد ارسل لك هديه. قال لي معقوله؟ قلت له استنى. بعد خرجوا الناس قلت له روح شوف الهديه، شافوا الميزان قال ما تستحي مين جاب؟ والله يا شيخ واحد مجنون كنت بكتفي شره. رحمه الله ورحمة واسعة واسكن فسيح الجنات. اللهم آمين. الشيخ ريان، بس قبل لا ننتقل للأستاذ فضل سؤال، بس أنت قرأت عليه القرآن؟ وإذا كنت قرأت عليه القرآن يعني ماذا لاحظت أو وش استفدت بالضبط؟ أنا لست حافظ للقرآن يعني يعني حافظا تقريبا نصف القرآن، لكن يعني لما نسافر سوا نمشي سوا لازم أقرأ عليه مثلا. يقول الله. لكن ما تقرأ يعني بشكل يومي أو لا؟ لأنه كان تأخذنا أمور الحياة يعني كان يجي الشيخ يعني يسرد ما عنده من أحداث طول اليوم، وأنا أسرد له ما عنده من أحداث، وأزهد الناس العالم أهله يعني حقيقة يعني. يعني بعد ما راح الشيخ، وأنا ما أخفيكم أمر، أنا بدأت مع الشيخ 1420 من عام 22-23 كنت أقول نفسي أشوف خاتمة الشيخ كيف حتكون من النقاء اللي فيه، ويبدأ اليوم بعمل خير وينتهي بعمل خير، وبينهم عمل خير وفي وسطهم عمل خير، ما يضيع صلاة، ما يضيع سنن، ما يرد سائل، فكان اليوم عنده مليء بعمل الخير حقيقة. ويعني يعني صراحة أنا يعني توقعت إنه ما توقعت إنه أفقد هذا الصلاة، لكن قبل وفاته تقريبا بشهر دعاني لزيارة الشيخ خليل
شيخه الذي يعني يحفظ القرآن. فقلت له طيب رحنا للشيخ، وكان الشيخ في حضور الشيخ خليل، والله الشيخ خليل موجود الآن، كان الشيخ محمد أيوب صاحب عمر 63 سنة عندما يدخل على شيخ الشيخ خليل وكأنه طفل عمره 10 سنوات، يجله ويحترمه ويسلم على يده، يسلم على رأسه ويجلس قدامه بكل أدب وبكل هدوء، وما يرفع رأسه ولا يدفع صوته، وإذا سأل الشيخ خليل سؤال على طول يعني يبادر بجواب هادئ كده. فذاك اليوم سبحان الله رحنا للشيخ خليل، والشيخ خليل حفظه الله كان مع الشيخ محمد أيوب على البساط يعني على الموجود في البيت، فقال لا تخرجوا نشوف إيش عندنا عشاء. في ذيك تلك الليلة سبحان الله قلت للشيخ محمد أيوب والشيخ خليل إيش رأيكم أصوركم؟ التنين وافقوا سبحان الله. أي. وصورتهم التنين وكانت صورة جميلة معبرة إلى الآن موجودة. نعم نشرت الصورة، لكنه يعني مع شيخه، وكان يعتبر شيخه والده، حفظ الله الشيخ خليل رحمه الله الشيخ أيوب، جزاكم الله خير. شكرا لك. ننتقل إلى الأستاذ فضل الرحمن قريشي. فضل الرحمن، ربما أنك يعني عرفت باهتمامك بتلاوات الشيخ محمد أيوب، في البداية يعني متى بدأ الاهتمام بهذه التلاوات، ولماذا الشيخ محمد أيوب يعني عن بقية القراء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الاهتمام ليس فقط بتلاوات الشيخ محمد أيوب، يعني كان اهتمامي لأني أنا تربيت في المدينة كبداية معدوم، ثم انتقلنا إلى باكستان، فكان في شغف كثير لقراءة الحرمين، فكنت أتابع المشايخ أنا عن طريق الإذاعة، وحتى أذكر أنه أحيانا ما كان يكون عندي مذياع فأروح أستعيره من الجيران. هذا عام كم؟ تقريبا يعني من عام 1410 وما قبله. يعني يعني تربيت في المدينة إلى 1407 وسافرت مع الأهل والوالد هذا. فمن بعدها كنت أتابع التلاوات عن طريق الإذاعة يعني، والصوت أحيانا جاي أحيانا رايح أحيانا يعني على قد يعني في مدينة كراتشي البث ما يكون يعني شو اسمه. فسبحان الله يعني نشأت على يعني ربما تكون تربية المدينة وأصوات الحرم، أصوات المؤذنين، أصوات القراء دخلت في يعني في قلبك. أيوة هذا هو فقط. ولكن لا أدري يعني لست من عائلة مثلا متدينة تدين ومهتمة بالقرآن. أيوة أبدا أنا وحتى ما بين إخواني وأخواتي أنا الوحيد الذي مهتم في هذا الجانب يعني. فسبحان الله كنت يعني أقضي حياتي هناك، فعندما يأتي رمضان فكنت أبدأ ب يعني أنتهي من الصلاة، لأن نحن الوقت عندنا متقدم على شو اسمه، فأرجع وبس ما علي إلا أن أخذ المذياع الأهل كلهم نايمين واستمع إلى ذلك. وطبعا تميز القراء مثل الشيخ محمد أيوب وقبله الشيخ علي جابر هذا في دخل اهتماماتي، والقراء الثانيين كمان يعني بقدر المستطاع أحاول يعني أستمع لجميع الأئمة تقريبا يعني. نعم. لكن بحكم الحديث اليوم يعني عن الشيخ محمد، يعني اهتمامك بهذه التلاوات، وماذا فعلت أيضا لهذه التلاوات، كيف نشرتها؟ هو زي ما قلت كان في حرص على جمع هذه التلاوات انها تكون في مكتبة الخاصة بغض النظر عن انها موجودة عند الاخرين ولا، فكنت ابحث في يوتيوب ولا في وين؟ لا ولا هذا ايام الاشرطة. هذه ايام الاشرطة. نعم. فكنت اذهب يعني الى اي تسجيلات اذا لقيت عندهم شيء للحرم النبوي والمكي لابد ان اقتنيه يعني. لكن بالذات الشيخ محمد أيوب كنت ابحث لتميزه في التلاوات، لاختلافه من ليلة الى ليلة في القراءات، يعني إذا سورة يوسف قرأها 10 مرات ممكن تقول إنها كلها مختلفة عن بعض. هذا يعني تميزه وش اسمه في هذا. فكان اهتمامي، فحتى وصلت إلى المكتبة الصوتية في المسجد النبوي. أيوة. وكنت ألح عليهم بأني أريد نسخ منها وكذا وكان، فهم كانوا يعترضون فقط إنه هذه التلاوات فيها ترديد وأخطاء يحتاج إلى تنقية وتصفية، فما نستطيع أن نعطيها. لكن بعد الإلحاح أذكر أنا الشيخ عبد الله عطاب مؤذن المسجد النبوي وهو المشرف على المكتبة الصوتية إنه أهداني هذه الكنوز يعني سجلها لي وأهداني هي، وهذا الكلام كان تقريبا عام 1418 و19
أنا حصلت على هذه الأشياء. وأيضا كنت متابع للأشرطة التي كانت تنشر في التسجيلات. أنت اشتغلت في تسجيلات التقوى؟ لا أنا عملت في تسجيلات أحد. أحد. أيوة. في الرياض ولا في القصيم؟ في الرياض كان لهم مصنع خاص بالأشرطة. نعم. وكنت أعمل وربما لما أتيت أنا بتأشيرة هنا فكان رغبتي إني أعمل في هذا المجال. أها. فكنت خطاطا عندهم وش اسمه. وبعدها يعني بعد ما جاء دور الكمبيوتر وهذا دخلت في التصاميم. يعني كل عملي كان مقترن بهذا ايش اسمه مقتنياتك من الأشرطة الكاسيت كلها رفعت لليوتيوب؟ لا حتى الان باقي تراث الشيخ. انا لو تعطيني بس خمس دقائق كده اسرد فيه. جميل. مسيرة إمامة الشيخ في المسجد النبوي. جميل. لانه الكثير يعرفون ان الشيخ محمد ايوب ام عدة سنوات. صحيح. لكن ما كيف كان ترتيبه وهذا لو يعني. جميل. اسمه ده الشيخ محمد ايوب اول سنة له كان عام 1410 هجرية تقريبا من بداية رمضان إلى نهاية رمضان باستثناء ثلاث ليالي صلاها كاملة لوحده مع الوتر ومع دعاء ختم القرآن. الليلة الرابعة والخامسة 1410 اللي هي أول سنة. وهو أول إمام يعني جديد للحرم ويختم القرآن ويقرأ بمفرده. يعني ما حصلت حسب علمنا يعني أنه ما هذا الشيء ما لم يحصل يعني من قبل. نعم. مع الأئمة الآخرين. فالليلة الرابعة والخامسة والسادسة شارك معه الشيخ محمد عابد. نسأل الله له الصحة والعافية. نعم. يعني هو إمام وخطيب مسجد قباء. نعم. وطبعا الشيخ محمد أيوب قبلها في قباء أم عام 1405 و 1409 أيضا كان يأم في مسجد قباء. يعني في هذا فالسنة التي بعدها طبعا في التهجد شارك مع عدة أئمة. نعم. يعني كانت الليلة الأولى والثانية كان نصيب الشيخ منها تسليمة واحدة. نعم. ومن الليلة الثالثة إلى يعني الليلة 23 إلى آخر رمضان كان نصيبه تسليمتين الشيخ محمد أيوب. في السنة التي بعدها 11 أيوة 11 مناصفة مع الشيخ إبراهيم الأخضر كان نصيبه التسليمات الأخيرة والوتر له أيضا. يعني كان يصلي صلاة الشفع والوتر إلا ليلة واحدة ليلة 14 لم يأم الشيخ محمد أيوب فصلى الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله بمفرده. والليلة التي بعدها شاركه الشيخ عبد العزيز بن صالح وهي آخر صلاة تراويح للشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له ورحمه. يعني في التهجد كان سبحان الله لأول مرة في المسجد النبوي كان يعني تلاوات عجيبة جدا في عام 1411 في التهجد 11 كان يأم الشيخ محمد يبدأ الشيخ محمد أيوب تسليمة ثم يأتي الشيخ الأخضر ثم يأتي الشيخ محمد أيوب ويختمون كذا يقرؤون تقريبا جزء كامل في أربع تسليمات. التسليمة الأخيرة كانت تبقى للشيخ عبد العزيز بن صالح فهو كان يقرأ ما تيسر من القرآن ويوتر يعني يصلي الشفع الوتر. 1412 رجع الشيخ الحذيفي حفظ الله يعني كان يأم في المسجد الحرام رجع للمسجد النبوي ف 12 و 13 كان ترتيبه من الشيخ الحذيفي كان يأم يوميا الخمس تسليمات الأولى والشيخ الأخضر والشيخ محمد أيوب يتناوبون مع طبعا التسليمات الأخيرة زائد صلاة الشفع والوتر. في التهجد كان نصيبه تسليمة واحدة في عام 1412 كان يأم التسليمة الثالثة و 1413 كان لا عفوا عام 1413 12 كان يأم التسليمة الرابعة و 1413 كان يأم التسليمة الثالثة. اتركنا الآن من الشيخ كيف حفظت الأشياء هذه أنت؟ يعني ما شاء الله تذكر كيف متى يعني الركعة كم والسنة كم وما شاء الله. هذه بالمتابعة والحرص على اقتناء تسجيلات الشيخ. للمشايخ كلهم ولا للشيخ محمد؟ في المشايخ الآخرين لكن الشيخ محمد أيوب بالذات يعني. ما شاء الله. يريد أن ينكر تفضل. في عام 1414 صلى طبعا الشيخ إبراهيم الأخضر نقل لصلاة التهجد هو الشيخ عبد الود حنيف كان. نعم. مشاركة السنة الوحيدة للشيخ عبد الود حنيف. نعم. عبد الود حنيف. والشيخ محمد أيوب كان مع الشيخ الحذيفي مناصفة يعني خمس تسليمات خمس في التراويح تسليمات. في التراويح في عام 1415 بداية رمضان الليلتين الأولى طبعا عين الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام رسمي للحرم النبوي فبدأ التراويح هو والشيخ الحذيفي. يعني الخمس تسليمات الأولى كانت من نصيب الشيخ الحذيفي والتي بعدها من نصيب الشيخ عبد الباري الثبيتي. لكن من أربع رمضان تقريبا
استدعى الشيخ يعني تمت إضافة الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ محمد أيوب. نعم في اليوم الآخر. من الليلة الرابعة. أيه؟ أما الشيخ الحذيفي والأخضر والشيخ إبراهيم الأخضر. والليلة التي بعدها الشيخ عبد الباري الثبيتي والشيخ محمد أيوب. نعم. واستمروا إلى نهاية رمضان إلى كانت طبعا 1414 و1415 هي السنتين الوحيدة التي ختم فيها القرآن في ليلة 27 وليس ليلة 29. نعم. وبعد ليلة طبعا ليلة الختمة كان المفروض الشيخ الثبيتي معاه الشيخ محمد أيوب، لكن قدم الشيخ الحذيفي هو الذي ختم. والليلتين التي بعدها شارك الشيخ محمد أيوب مع الشيخ الحذيفي، والتي بعدها مع الثبيتي. نعم. والليلة الأخيرة الليلة 30 أم فيها الشيخ الحذيفي والثبيتي يعني. في عام 16 و17 طبعا لم يشارك هو في التراويح، كانت مشاركته في التراويح في مسجد قباء. نعم. ولكن في القيام كان يشارك هنا في المسجد النبوي، وكان يعني يشارك مع الشيخ علي السديس حفظ الله والشيخ علي الحذيفي، طبعا تسليمتين للشيخ علي السديس ثم الشيخ محمد أيوب تسليمتين ثم في الأخير الشيخ الحذيفي. هذا 16 و17 و18 طبعا خلاص يعني التراويح والتهجد في قباء مسجد قباء. 19 لم يقوم في التراويح إلا توقع ليلة أو ليلتين، سافر إلى جدة كانت له سفرة، فأم عند الشيخ عبد الله بصفر في مسجد الشعيبي في جدة. لكن في التهجد أم في مسجد أحمد بن حنبل والذي كان يخطب فيه كمان يعني للجمعة، وهو قريب من مسجد عبد الله الحسيني، فأم فيه. وكانت بمشاركة يعني كان يشاركه في تلك الليالي الشيخ عبد الله القارئ عبد الله غيلان والشيخ محمود عبد الشكور. طبعا بعد في 1420 صلى بمفرده في مسجد أحمد بن حنبل وختم القرآن كاملة. نعم. مسجل موجود؟ أيوة معظمه مسجل يعني. معظمه مسجل يعني ونشر في من قبل التسجيلات، لكن إن شاء الله سيتم إعادة تنقيح وإعادة رفع مرة ثانية يعني إن شاء الله. طيب سؤال، أنت قابلت الشيخ؟ نعم قابلت الشيخ يعني. كثيرا يعني؟ لا يعني مقابلتي كانت معدودة ومحدودة، لأن أنا أصلا من سكان الرياض الآن. نعم. مقيم في الرياض. لكن كل ما نزلت المدينة صليت عند الشيخ، وفقط لأني أنا أعرف شهر رمضان الناس مشغولين، والشيخ أيضا يعني عنده ارتباطات وهذا، فكنت أسلم عليه وتوكل. هل يعني سبق أنك عملت في منتجة تسجيلات الشيخ؟ يعني مثلا يعني إمامته في مجموعة من المساجد، هل توليت أنت أنك تستلم التسجيلات هذه وتمنتجها وتخرجها للناس؟ لا أبدا، أنا صفة عملي أصلا كمصمم. أي نعم. وكنت أصمم للتسجيلات الإسلامية ودور النشر وهذا. نعم. يعني ما هذا، لكن بعدها كان عندي طموح يعني أنه تراث الشيخ هذا لابد أنه ينشر. والشيء المعروف عن الشيخ فقط مصحف المجمع. أيه؟ الذي يبث في الإذاعة. وبصفة رسمية موجود في الأسواق وترى، وقراءات التراويح أبدا يعني كل ما كان يبث يعرف أنه هو من مصحف 1410 مصحف الحرم النبي الذي تبثه الإذاعة كمان. نعم. يعني نعم. لأنه هذا المصحف الوحيد بسبب أنه السنة الوحيدة الذي أم فيها الشيخ بمفرده. يعني رواد التسجيلات واللي يقتنون الأشرطة يريدون الشيخ بمفرده. نعم. فكان صحيح. هذا المصحف الذي لقى قبولا عند الناس يعني. طيب في شيء من مما نشرته أنت مما بعد يعني مثلا من 2022 2023؟ نعم في الآن طبعا الحمد لله بفضل الله في نهاية رمضان الماضي نشرت مصحف 1413 كاملة. 13. نعم. كاملة. في قناتك في اليوتيوب؟ ايوه في قناتي في اليوتيوب. ايش اسمها؟ فضل الرحمن كذا؟ لا لا لا، سميتها قناة تلاوات قراء المدينة. تلاوات قراء المدينة. قراء المدينة هي. نعم. هي باسم تلاوات. لا عشان الحضور ايضا يعرفون لو يريدون. ايوه هي باسم تلاوات. طبعا في البداية لم تكن قناة يوتيوب. كانت في الساوند كلاود. نعم. اللي هي خاصة بالصوتيات. وما يعني زالت في الساوند كلاود. أيوة موجود الساوند كلاود. لكن بسبب رغبة الكثير واستخدام اليوتيوب لعله أسهل لهم، فاضطريت أني أعمل حساب متزامن بنفس الاسم في قناة تلاوات. الآن اسمها في اليوتيوب ماذا؟ تلاوات؟ تلاوات. تلاوات فقط. تلاوات، لكن في قناة أخرى خصصت للشيخ بسبب كثرة تلاوات الشيخ،
وكثرت يعني تحتاج أرشفتها وترتيبها. نعم. فصارت في قناة متزامنة معها باسم قناة الشيخ محمد أيوب يعني. إنه إن شاء الله سيجمع فيه كل تراث الشيخ، لأنه في أشياء إن شاء الله من نوادر التلاوات راح تنشر ما شاء الله. أيوة، في حتى في تلاوات من مسجد الحسيني عام 1403. نعم. طيب قبل لا نختم معك، بحكم أنك قابلت الشيخ، أريد موقف يعني حصل لك مع الشيخ تذكره إلى الآن. والله الشيخ ما شاء الله يعني ما كنت أتوقع أنه يكون بهذيك الهيبة أو هذا، يعني رجل نعم. متواضع جدا. يعني رجل متواضع جدا، حتى أنا طبعا ليس في مقابلة، لكن أذكر أني مرة اتصلت به وكان هو مشغول فقال لي يا فضل اتصل علي بعد يعني نصف ساعة وكذا. نعم. فرجعت اتصلت عليه فقلت له، قال لي الشيخ فضل، قلت له شيخ أنا شخص عادي ماني شيخ. أيه. فقال لي لا أنت شيخ المشايخ. أعطاك يعني جرعة إيجابية. طيب فسبحان الله، يعني هو له مواقف يعني بساطة في التعامل وفي. نعم. وربما هذا أجمع عليه جميع المشاركين هنا. ننقل الميكروفون إلى الشيخ خالد مجددا، ربما بقي معنا 10 دقائق فقط، أريد أن يعني أنتقل ما بين الشيخ خالد والشيخ ريان، يعني آخر حياة الشيخ ووقت وفاته. يعني أنا أعرف أو سمعت، يمكن سمع بعض الحضور، أنه ربما حصلت له مواقف معينة في آخر حياته مما يدل على أنه كان يشعر ربما بقرب أجله أو نحو ذلك. لو تحدثنا عن نهاية حياة الشيخ رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الشيخ كان مريض بمرض السكر مزمن تقريبا 20 سنة، وكان يأخذ علاج بشكل يومي، وكان يقوم الليل حتى لو سهر أحيانا في بعض المناسبات للساعة 1 والثانية، لا بد أن يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة ويصلي. وتقول الوالدة حفظها الله، كان يدعو دائما بصوت عالي بحسن الختام، اللهم أحسن خاتمتي، هكذا. كان رحمه الله الفترة الأخيرة من حياته يصلي على كرسي بسبب آلام الركبة، ولكنه إذا أم بالناس سبحان الله يركع ويسجد مرتاحا. حتى سألته مرة، قلت له في الحرم يا شيخ كيف تركع وتسجد، أنت ما تستطيع أن تصلي إلا على كرسي. قال هناك سر. ما هو؟ قال في عتبة في نفس محراب المسجد النبوي أتكي عليه وأقوم وأسجد وأركع فيها، بها يعني بسبب أستعين بها على ذلك. فكان متعب في آخر حياتي حقيقة، والحمد لله نسأل الله أن يجعلها رفعة لدرجاته. آمين. المرض يعني زاد عليه بالنسبة للسكري، هذا كان يزيد كثيرا. حتى مرة من المرات صلى في المسجد النبوي ونقل بالإسعاف إلى المستشفى بسبب زيادة السكر. آخر حياته كان حقيقة يهتم كثيرا بموضوع الفقراء والمساكين، كان يتتبعهم تتبع يعني أكثر من أول. طبعا في 100 أسرة في المدينة النبوية كان يصرف عليها الشيخ رحمه الله، ليس من جيبه وإنما من تبرعات أهل الخير، سنين طويلة. وأنتم لا تعرفون، ونحن بعض الخواص يعرفون، الوالدة مثلا تعرف، الشيخ ريان ممكن يعرف، لكن نحن كأبناء ما نعرف. الشيخ يخرج من بعد العصر ما يعود إلا الساعة 10 PM، يعني أحيانا حتى أثناء يعني أيام التقاعد ما عنده عمل في الصباح، يخرج أيضا الصباح.
وبعد وفاته عرفنا أنه كان يزور الأرامل والأيتام في بيوتهم ويلاعب الأطفال ويقضي حاجاتهم رحمة الله عليه. الفترة الأخيرة كان يحثنا على مراجعة القرآن الكريم، كلما قابل أحد من أبنائه أو بناته يحثنا على المراجعة، راجعوا القرآن، استعدوا لرمضان، أختم ختمتين ثلاثة أربعة ختمات قبل ما يجي رمضان. السنة الأخيرة التي صلى في الحرم النبوي كان يسمع الحزب الذي سوف يصلي به في المسجد النبوي 5 أو 6 مرات في اليوم، مرة على الشيخ ريان، ومرة عندي، ومرة عند والدتي، مرة عند واحد من أخواتي، مرة عند واحد من إخواني، وعلى مشايخ الحرم أيضا، وعلى مشايخ الحرم الشيخ الحذيفي، وأحيانا يمر على الشيخ خليل يسمع عنده. سبحان الله، ومع ذلك كان إذا وقف في المحراب يخطئ ثم يحزن بعد الصلاة، لماذا أخطأ ولماذا يعني توتر في القراءة، هذا أمر الله عز وجل. الشيخ رحمه الله في آخر ليلة يوم الجمعة صلى في المسجد النبوي صلاة الجمعة، وبعدها ذهب إلى استراحته، اجتمع بأبنائه وبناته وتغدى معهم، وبعد المغرب احتفل بإحدى بناته، أصغر بناته ختمت القرآن الكريم ما شاء الله في تلك الليلة فاحتفل بها، وبعد العشاء رجع إلى بيته لا يشتكي من شيء. سبحان الله، ونام ولم يستيقظ. سبحان الله، رحمة الله عليه رحمة واسعة، رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. الشيخ ريان، يعني نختم عندك في هذه الأحداث، ربما يعني آخر أيام الشيخ، ماذا لاحظت من الشيخ؟ حقيقة بس تعقيبا على كلام أخي خالد، ترى يعني أخوان، ترى الشيخ كان حافظ القرآن متقن إتقان عجيب، يعني على كثرة أخطائه في المحراب كان يعني ممكن يعني يقرأ، يعني كان يسمع عندي مثلا وأنا بالمصحف وبعدين يوقف ويقول لي حدث ويرجع يكمل بنفس يعني في نفس الآيات بنفس السياق من غير تلعثم. وكان ساعات يشاركنا في التسميع الشيخ أحمد طالب، كنا نقعد في رمضان، آخر رمضان الشيخ رحمه الله في مسجد قباء بعد صلاة الظهر، فكان يعني أنا خلاص الشيخ توقف الركعة الأولى هنا والركعة الثانية هنا وانتم الأمور من أحسن ما يكون. بعد المغرب نروح الحرم، غرفة الأئمة نصلي العشاء، إذا كان التسليمات الأولى فبعد المغرب راجع سريع كده، ونكمل التقسيم الركعة الأولى الثانية الثالثة، إذا كان يكون في الخمسة الأخيرة بعد ما نصلي العشاء نقعد في غرفة الأئمة نفس الشيء، بس من يوم ما يدخل المحراب يغلق عليه. سبحان الله، يعني كأي شخص محب للشيخ يعني يصاب بإحباط حقيقة. يعني تو الشيخ ما كان يعرف الشيخ انه عنده التسليمات الاولى او الاخيره، لا لا يعرف، لكن كان ما يعني كان نتوقف مثلا عند هذه الصفحه هنا يا شيخ خلاص ثم تركع. نعم نعم، وفي السنه الاخيره ثم يا شيخ الركعه الثانيه نهايه الصفحه او كذا وتركع. يدخل الشيخ لا يعرف فين يتوقف ولا فين يبدا، وكنت استغرب تونا مرتبين الامور يعني مضبوط ايش اللي صار يعني. رحمه الله، يعني أنا حسينا قبل يعني قبل وفاته يمكن بشهر شهرين كده كان يكثر الوداع. نعم، حتى أذكر يوم من الأيام جالسين أنا والشيخ محمد خليل حفظه الله والشيخ أيوب بعد زيارة الشيخ خليل، لما رجعنا على البيت جاء يعني على غير معاد سلم على الشيخ محمد خليل، قال له يا شيخ محمد خليل سامحني يا شيخ محمد خليل أنا أخطأت عليك كثير في الحياة يا شيخ. قام يقول له يا شيخ أيوب قول لا إله إلا الله إيش بك أنت، وكل ما إحنا ماشيين يقول كان يكثر البكاء،
يعني كل ما يقول له حد سامحني طبعا خواصه سامحوني ويبكي يا شيخ. صار في داخلنا هاجس غريب كأنه أحس يعني كأنه أحس وكأنه أحسسنا إحنا يعني ويعني يعني صار حديث كده يعني خاص بنا. شو الشيخ غريب يعني هو الشيخ محمد أيوب اللي نعرفه مع حياته الطبيعية ويروح ويجي ويأكل ويشرب ويضحك كده، لكن كل ما يعني نهدأ سامحوني أنا أخطأت عليك، مع أنه ما أخطأ على أحد رحمه الله، أنا يمكن أموت يمكن كذا، لكن سبحان الله ما توقعنا ابدا يعني رحمه الله رحمه، ولا توقعنا انه يعني في يوم يكون جي يعني في تلك الجمعه اللي توفي فيها كان الخطبه عليه اوكلها الى الامام الثاني وراح الحرم سبحان الله، وصلى الجمعه في المكبريه فوق يعني مع المؤذنين وكان يمازحهم، فكانت وفاته رحمه الله عليه فجاه. والشيخ رحمه الله محبوب اهل المدينه، حبه المدينة يعني عجيب ما يرد أحد. يوم الخميس كان يعني فيلم نصلي العشاء ويعني كل إنسان عنده ارتباط عائلي، نبدأ فلان دعا على زواج نروح نقول 10 دقائق، فلان دعا على عقيقة، فلان يا شيخ أيوب مو لازم نلبي كل الدعوات، لا لا شيخ الناس يقول يعني يشعر بالفرح، هو ما دعا كلا من محبة صحيح والله، ما نخلص لساعة الساعة 1 في الليل يا شيخ محمد أيوب ما يحتاج. حتى بعد مرضه رحمه الله يعني رحمه واسعة كان يلبي حول بجميع الدعوات. العجيب كان الشيخ مكسوم عائلته في مكة وفي جدة في المدينة، أنا حضرت الشيخ وهو في الأربعينات رحمه الله، كان ما يعدي إذا ما عد يعني إذا ما طلع الأسبوع ده مكة يطلع الأسبوع اللي بعده، وكل طلعت مكة بعمرة يعني بدأ مع السكر، لكن كان يطلع يأخذ عمرة ويروح يحضر المناسبة وينزل تاني المدينة. فكان صلة الرحم عنده يعني ما فيها كلام رحمة الله عليه رحمة واسعة. يعني حقيقة الفقد عظيم وجلل، لكن الواحد يسلي نفسه حقيقة يحاول ينسى الأيام اللي كان عايشة مع الشيخ، لأنه يعني حقيقة متعبة شخص يكون عايش معه 17 سنة في كل طلعة وفي كل نزلة وثم تفقده فجأة كده. لكن يبقى والله الآن أسمع تلاوات الشيخ كأني لم أسمعها من قبل، يعني كنت أول الشيخ يقرأ في السيارة معنا عادي، لكن الآن تسمع سبحان الله كأنه شخص ما كنت تعرفه من قبل سبحان الله رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ محمد أيوب وأن يبارك في ذريته وفي تلاميذه وفي أحبابه، اللهم آمين. وشكرا لكم حضورنا الكرام وحضورنا أيضا من خلف الكاميرات والشاشات، الأستاذ محمد القروان المدير التنفيذي لمجموعة آيات، يسره أن يكرم الشيخ خالد بن محمد أيوب، وأيضا هدية أخرى للشيخ ريان الصيني مؤذن الشيخ محمد أيوب، وأيضا الأستاذ فضل الرحمن قريشي أحد المهتمين بتلاوات الشيخ محمد أيوب.